إلى الأعمدة الأولى، الكوادر الأولى، الكوادر الأولى، فريق العمل. ولذلك تخطئ الحركات الدعوية أو الحركات الإصلاحية، بلاش أقول الدعوية في هذا المقام، تخطئ الحركات الإصلاحية لو ظنت أنها تدعو إلى الإسلام من جديد، فتأتي يعني كأنها تدعو إلى دين جديد. لا، أنت كحركة إصلاحية، حركة تغييرية، بتبحث عن فريق العمل، ما بتبحثش عن الذي تقنعه بالإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى السنوات الثلاثة الأولى في الدعوة الخاصة، أو ما يكتب أحيانا بالدعوة السرية. الذين جاء بهم النبي في الدعوة الخاصة هم كانوا أعمدة للإسلام، هؤلاء هم الذين بنيت عليهم الدولة وبنيت عليهم الفتوحات، وهؤلاء الذين نشروا الدين، وهؤلاء تعرضوا لتربية قاسية، إن صح لفظ قاسية، فقد كان فرض الله عليهم القيامة كل ليلة ثلث الليل على الأقل، هذه تربية. فها الكوادر، أي حركة إصلاحية لابد أن تفكر في الكوادر، ولا تفكر في أنها تدعو للإسلام من جديد بمعنى تحسين الأخلاق والروحانيات وهكذا. ثم بعد الكوادر تأتي مسألة البحث عن الأرض، البحث عن الأرض التي تقوم عليها الدولة، البحث عن الأرض التي تقوم عليها الدولة. سيرة النبي كما هي سيرة من قبله ومن بعده هو البحث عن البحث في القوة الطبيعية، القوة الطبيعية الموجودة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث في جزيرة العرب، وكانت مكة عاصمة الجزيرة. هذه مكة التي إذا أسلمت تبعها العرب، وإذا لم تسلم لم يتبعها العرب. فالنبي أهلك نفسه في دعوة ملأ قريش، وحتى قال الله تعالى فيه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طيب، لما استعصى عليه أهل مكة ذهب للبحث في القوة الطبيعية الأخرى، لم يفكر في أن يظل يدعو صغار الناس وأوساط الناس وضعفة الناس. طبعا ضعفة الناس ممكن يكونوا أحسن من الجميع عند الله تبارك وتعالى، لكن أنا بتكلم على تأسيس الدولة. دولة تأسيس الدولة لا يقوم على الضعف والفقراء، تأسيس الدولة يقوم على القوة الطبيعية. طيب، ولذلك حتى تجد في الأنبياء، الأنبياء يخاطبون الملأ دائما. النبي صلى الله عليه وسلم حين رده ملأ قريش لم يبقى في مكة، وإنما ذهب إلى الطائف، القوة الثانية في الحجاز. ولما ذهب إلى الطائف ذهب إلى ملأ الطائف، الثلاثة الكبار في الطائف، فدعاهم فردوه ردا قبيحا، فترك الطائف، لم يظل يبحث أيضا في أواسط الناس وضعفة الناس الذين في الطائف. ثم ظل النبي يعرض نفسه على القبائل في الموسم، موسم الحج، فالقبيلة التي يقصدها يقصد رأسها، إذا رده رأسها تركها وبحث عن غيرها، حتى جاء الأنصار، أو حتى يعني إيه، أسلم الستة، ثم فتح الله به عليه بالأنصار. ولم يدخل الأنصار في دين الله إلا حين أسلم سعد بن معاذ سيد الأنصار، والسيدة عائشة، وكان السيدة عائشة لها نظر استراتيجي، كانت تقول: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لنبيه. يوم بعاث ده حرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بين كبار الأوس والخزرج، هلك فيها الكبار اللي هم أشباه الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة، والناس اللي كانوا عاملين مشاكل في مكة دول، ومش قابلين يؤمنوا، دول هلكوا في المدينة. فصارت القيادات المدنية شباب، الشباب يا سلام. والشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرق قلوبا وأمضى عزيمة. فسيدنا سعد بن معاذ كان هو سيد الأنصار، أسلم سعد بن معاذ، أسلم بإسلامه قومه، ثم انتشر الإسلام في المدينة، وحينها بدأ النبي في الهجرة. فلذلك يعني محاولة إن أنت تنبت نبتة، يعني تنبت نبتة وتتطور رويدا رويدا من خلال ضم الضعفاء والفقراء، ولا لا، هذا لم يحدث من قبل. حتى ابن خلدون في مقدمته التي أدعو الجميع أن يقرؤوها، الدعوة يعني عايز أقول إيه، تستعين بعصبية، عصبية موجودة فعليا، مش عصبية تصنعها، عصبية. ولذلك لن نجد دولة إلا وقد قامت على عصبية ما، بما فيها دولنا الحديث لغاية دلوقتي. يعني هناك عصبية ما، هناك نخبة ما، هناك ملأ ما، هذا الذي يمثل قوة الدولة. وعلشان كده الحقيقة الديمقراطية يعني غشاء خادع، لأنه وإحنا شفنا في مصر طبعا وشفنا في غيرها، ومش معنى ان الناس اختاروك ان انت تستطيع ان تحكم، يا سلام لا، الحكم هذا، انا الحكم يطلب يا القوي، سلام.
الحكم يطلب القوي كما يطلب الماء السهل المخ